الحادي عشر بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية لمنافسات السن اللقاية والملتقى الأخوي لشعارات أبناء القبائل الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان التحدي. لنبدأ معكم بوصف الأسماء الخمسة الأولى المتنافسة في مسيرة هذا الشوط. أول المراكز وأول من تفتتح النداء بانطلاقتها مع المقدمة الشهنية سلطان بن عايض محمد البقمي على المقدمة والصدارة. المركز الثاني أتابع معكم على ثاني التحديات التماس محمد بن علي بن عامر أو التواجد مشاهدي الكرام من شوهي لسعد بن راشد بن سعد النابت المري. والمركز الثالث أتابع الشهنية المسلم بن جرب المسلم النابت المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع لنتابع انطلاقة الشهنية الحميدي بن راشد بن سالم اللفجح المري. والمركز الخامس على خامس التحديات ومع ختام النداء الأول أتابع تواجد النايلة محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. نعود ونتحول إلى المقدمة وإلى الصدارة لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط انطلاقة الصدارة والقيادة التي بدأت تتغير مع انطلاقة شوهين سعد بن راشد بن سعد النابت المري. يقدم لنا شعار على المقدمة ومع الصدارة ومع انطلاقة شوهين. المركز الثاني أتابع على ثاني المراكز تواجد شهنية سلطان بن عايض بن محمد البقمي يقدم أيضا لنا شعار بانطلاق الثاني التحديات. المركز الثالث الشهنية ومسلم بن جرالله بن مسلم النابت المري يقدم أيضا لنا شعار بانطلاق ثالث المراكز. رابع المراكز التواجد من شهنية صالح بن سالم بن حمد بن عقيل المري مع انطلاقة المركز الرابع. بهذه اللحظات خامسا أتابع معكم انطلاقة الضبية حمد بن السيب بن عبد الهادي بن حفار المري. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في مسيرة هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة الجميلة الحافلة بالإنجازات بحضور الأسماء الكبيرة المتواجدة بهذه الانطلاقة. أعود إلى أول المراكز لأتابع معكم مقدمة هذا الشوط انطلاقة الصدارة والقيادة التي تسيطر عليها شوهين لسعد بن راشد بن سعد النابت المري مع انطلاقة شوهين على المركز الأول ومع الصدارة ومع القيادة والسيطرة على زمام الأمور. تحمل أيضا شوهين شعار سعد بن راشد بن سعد النابت المري على المقدمة ومع الصدارة. المركز الثاني ثاني المراكز شعار بن عقيل بدأ يتسلل بهذه الانطلاقة مع تواجد الشهنية لصالح بن سالم بن حمد بن عقيل النابت المري. المركز الرابع أتابع وعلى ثالث المراكز أتابع ضبية لحمد بن سهيل بن حفار المري بانطلاقة ثالث التحديات. المركز الرابع التقدم مشاهدي الكرام من مهابة لناصر بن محفوظ بن خميس الغيلاني. والمركز الخامس وصول شعار البقمي مع انطلاقة وتقدم الشهنية سلطان بن عايض بن محمد البقمي على خامس المراكز. هذه هي الأسماء الخمسة الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذه الانطلاقة. لكن نعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع معكم مسيرة المقدمة والصدارة والقيادة والانطلاقة الجميلة. على أول المراكز لنتابع معكم المقدمة والصدارة لنتابع انطلاقة أول المراكز شواهين على المقدمة. تحمل شعار يملى العينين بانطلاقته سعد بن راشد بن سعد النابت المري على المقدمة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام الشهنية لصالح بن سالم بن حمد بن عقيل المري. المركز الثالث التواجد من ضبية حمد بن السيد بن حفار المري. المركز الرابع وصول وتقدم الشهنية سلطان بن عايض البقمي. خامس المراكز
وتابع تواجد مهاب الناصب بن محفوظ بن خميس الغيلاني، يصل ايضا الزعيم العيناوي ليقدم لنا شعار بانطلاقه خامس المراكز ومع خامس التحديات. بدانا مع ايضا تجاوز لافته 1200 عن ناموس هذا الشوط، ومع المنعطف الاخير نحو الاتجاه السليم ونحو الناموس ونحو التتويج بهذه الانطلاقه. لنعود بحضراتكم مع المركزين اللي بدات تقلص الفارق بهذه الانطلاقه، ومع افتتاحيه مجريات الكيلومتر الاخير شواهين والشاهنيه، الشاهنيه وشواهين مجموعه من الشواهين تحضر بالتحليق المميز على ارضيه ميدان التحدي. غيرت الشاهنيه مع المركز الاول ومع الصداره، ولكن عادت شواهين لتطحن المنافسه. سعد بن راشد بن سعد النابت المري على المركز الاول. المركز الثاني الشاهنيه صالح بن سالم بن حمد بن عقيل النابت المري مع انطلاقه المركز الثاني في منافسه اخويه جميله وشريفه بالانطلاق مع المركزين الاول والثاني. يا سلام شواهين والشاهنيه، شواهين ما زالت امور الشاهنيه هاديه مع بن عقيل اللي على المركز الثاني ومع الثاني التحديات، لكن شواهين مسيطر على المركز الاول، المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات متعبه ليحيى بن صغير الاشتبي قادم مع ثالث المراكز ومع ثالث التحديات، ليبدا بالتسلل للمركز الثاني في هذه الانطلاقه الجميله في طريقه الى انتزاع الصداره الى انتزاع الناموس. اذا نهني ونبارك لمالك متعبه يحيى بن صغير بن كنون الاشتبي. ويتحطم ايضا التوقيت الزمني تحت خف متعبه اللي وصلت باللحظات الاخيره والحاسمه. المركز الثاني شواهين لسعد بن راشد بن سعد النابت المري، المركز الثالث شاهنيه لصالح بن سالم بن حمد بن عقيل النابت المري، المركز الرابع كان الوصول من قبل طاعة لحمد بن محمد المتوجي، المركز الخامس وصلت الظبي أو الظبية لحمد بن سيف بن حفار المري. التوقيت الزمني لحظة الوصول لمتعبة اللي وصلت في اللحظات الأخيرة. سبع دقائق 36 ثانية جزئين من الثانية، هذا هو التوقيت الأفضل اللي سجلته متعبه ليحيى بن صغير بن كنون الاشتبي. له التهنئه والناموس على ايضا فوز متعبه وتحقيقه للتوقيت الافضل اللي يميز المركز الثاني. وصلت شواهين توقيتها الزمني 7 دقائق 36 4 تزامن من الثانيه. الثاني تركها سعد بن راشد بن سعد النابت المري المركز الثالث. وصلت شاهنيه 7 دقائق 36 5 تزامن من الثانيه. التهاني والتبريكات نزفها لمالك شاهنيه صالح بن سالم بن عقيل المري. اذا شوط جديد ينطلق، والكلمة تعود مجددا للزميل صالح الكروي.